يا اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. لو انت مبتدئ، هل تجيب حمام شغال ولا تجيب حمام لسه زغليل او شبابات؟ هي الفكرة كلها مش ان انت تجيب ده ولا ده، على قد ما تلاقي حد مضمون وحد كويس تاخد منه الحمام عن ثقة. طبعا بلا تردد، لو لقيت حد كويس هيديك حمام شغال، لا طبعا يا سلام، ده انت هيوفر عليك كتير. حمام تاخده يا دوبك يستقر، مش هيكمل شهر، وهتلاقي الانتاج على طول، وهتفرح بالانتاج وربنا يزيد ويبارك. لكن الفكرة كلها ان قليل جدا لما تلاقي حد بيفرط في الحمام اللي شغال عنده. وزي ما الحمام الكبير بيوفر مجهود وان انت بتلاقي انتاج على طول، لكن مشكلته لو مش من حد عن ثقة ممكن يديك حمام عطال، يعني حمام انت مش هتستفيد منه غير ان انت تحضن تحضير بيض، لان هو هيجمع قش او هيعمل عش لكن مش هيبيض. دي من مشاكل الحمام الكبير، من مشاكل الحمام الكبير. لو انت حبيت ان انت تطيره ممكن يرجع لصاحبه او ما يرجع لكش تاني. فلو انت عايز تطير حمام، لا استبعد الحمام الكبير. كمان من مميزات الحمام الكبير او الكبير شغال، يعني من مميزاته ان هو بيبقى بقى ايه، يعني حمام عنده خبرة، يعني مش هتعاني بقى ان هو ما بيأكلش الزغاليل كويس، لا هتلاقيه خلاص متعود على تأكل الزغاليل، فالزغاليل هتطلع بصحة كويسة. هتلاقي كمان ان اول ما بيبيض بينتج، لان الحمام الصغير ممكن اول بيضة او اول ما بيحصل حصويتين ممكن ما بيقعدش عليهم، فبتستنى كمان بعد ما بيكمل ريش بيستنى ان هو لحد شهر تاني او لحد شهر ونص تاني عقبال ما يحصي لتاني مرة عشان يبقى عنده خبرة كافية. كمان من مميزات الحمام الكبير الشغال ان انت لو حطيت 3 زغاليل تحتيه عنده استعداد ان هو يأكلهم. كمان من ضمن المميزات الحمام الشغال الكبير ان مناعته بتبقى قوية بعكس الزغاليل او الحمام الصغير. بس على الرغم من كل المميزات اللي قلتها لكم في بداية الفيديو، انا شخصيا لما باجي اشتري حمام بفضل الحمام الشبابات. طب ليه؟ اولا لاني بحب اطير الحمام، زائد ان الحمام كل ما بيكون لسه ما بطش في مكان قبل كده بينتمي للمكان عندي، فبيسهل عليا لو انا حبسته مثلا شهر او اتنين او ابتدى ينتج عندي مرة واتنين، خلاص هو بينتمي للمكان اللي يعني عمل عش او ابتدى يتجوز فيه واستقر يعتبر فيه. فانا يعني انا شخصيا بحاول ان انا اجيب الحمام اللي هو بيبقى عليه 3 رشات مثلا، 3 رشات بيقعد معايا شهر شهر ونص ويبتدي يشتغل. بس انا بعمل حركة بقى اللي هي ايه، ما بجوزش الاتنين عمر واحد، بمعنى لو جبت مثلا نتاية عليها 3 رشات مش بجوزها لنفس العمر، لا انا بجوزها لذكر بيبقى شغال قبل كده او عنده خبرة بحيث يساعدوا بعض الاتنين. يعني لو هي مثلا ما رقدتش هو لا يرقد مكانها، لو هي ما اكلتش كويس لا هو يساعد، لاني الذكر والنتاية هما مش واحد بيتكل على التاني، على قد ما هما الاتنين بيأكلوا، هما الاتنين بيبنوا العش. النتاية دورها في قعد على البيض اكتر، لكن هما الاتنين مسؤولين على الـ يعني الزغاليل اللي بينتجوها مع بعض. وايا كان جبت حمام شغال او جبت شبابات، فانت في بداية جديدة بتتعلم جديد، فالحياة عموما مكسب وخسارة، وانت عشان تتعلم بتدفع ضريبة تعليمك، يعني محدش بيتعلم ببلاش، عادي مرة على مرة هتتعلم. لو مثلا جبت جوز فشلت فيه دي مش نهاية الدنيا، اهم حاجة تكون بتحب تربية الحمام. وكمان لو انت لسه مبتدئ ما تقولش انا هجيب 10 او 15 جوز، لا ابتدي حتى اتعلم في 3 جواز مبدئيا، لانك مهما سمعت فيديوهات الحياة في الطبيعة
او لما بتتدرب والحياة بتدربك وتبقى في ارض الواقع غير لما تسمع، وكله بيتعلم، مفيش حاجة صعبة. بالنسبة بقى للزغاليل، الزغاليل دي لو حابب تجيبها يبقى تجيبها عشان تاكلها، لاني لو انت حبيت تربي زغاليل وانت لسه مبتدئ، اولا مشاكلها كتيرة، مناعتها كتيرة، عرضة للأمراض والموت، وزائد ان هي بتاخد وقت طويل قوي عقبال ما بتمر على مرحلة البيض. يعني على الأقل بتقعد، لو انت جايب مثلا زغلول لسه عمر 40 يوم، يعني هيقعد مثلا تاني 5 أو 6 شهور تاني لولا ما يبيض عندك. فلو انت هتجيب زغاليل يبقى جيبها عشان تاكلها مش عشان تربيها، تمام كده؟ حاجة كمان مهمة، سواء اشتريت حمام شغال او حمام شبابات، ان انت تتأكد من صحة الفرد نفسه. يعني اول ما تمسكه من تحت كده شوفه بيرفرف ولا كاشش هزيان في نفسه، تبص على من تحت كده في بطنه زي ما انتوا شايفين كده لاحم ولا العظمة باينه. لو لاحم يبقى تمام زي ما انتوا شايفين، لو العظمة باينه لا ده كده في حاجه او في مشكله في الفرد ده. كمان لازم تبص على مكان الاخراج، تشوف المكان نظيف ولا مكانه زبل، لان الحمام السليم مهما عمل زبل ما بيلزقش في الريش بتاعه الا اذا كان عيان. كمان نبص على مكان الحويصلة بتاعته، نشوفه واكل ولا لا، عشان لو مش واكل ده بيدل ان فرد الحمام تعبان. كمان نفتح بقه نشوف في اي تجبنات جيرية موجودة في بقه من جوه ولا، ونشم ريحته، لو ريحة بقه مش كويسة ده برضو بيدل ان فرد الحمام تعبان. كمان نبص على مناخيره فيها رشح ولا تمام. كمان نبص على عينيه لمعة ولا مدمعة. وفي فيديو انا نزلته اتكلمت فيه ازاي نعرف الحمام السليم من المريض بالتفصيل، اتمنى تشوفوا الفيديو داخل القناة، واتمنى ان محتوى القناة يليق بمشاهدتكم، واني اكون بقدم محتوى جيد تقدروا تستفيدوا منه. ولو في اي حاجة حابين تعرفوها ياريت تكتبولي في التعليقات، وشكرا جدا لكل اللي بيدعمني سواء باللايك او بالتعليق الجميل، قد ايه بيفرق معايا وقد ايه يعني لو انا كمان بكسل ان انا اعمل فيديو بسبب التعليقات الحلوة ديت، بحاول ان انا انزل لكم فيديوهات باستمرار. شكرا جدا ومع الف الف سلامة.